والله أبو جود، أنا حقيقة كنت مستمتع جدا جدا بكل ثنايا الحوار، وكنت مركز حقيقة كثير لأني أنا أحب اللاعب هذا شخصيا، وسعيد جدا إني أنا أحد المنتسبين أو أحد ضيوف برنامج كورة. هذا البرنامج حقيقة اللي يقدم لنا محتوى إعلامي يثري ذائقة المشاهد حقيقة. الحوار بكل ما فيه، أنا اسمح لي أبو جود أصفق لجميع الزملاء من إنتاج ومن إعداد وكل من عمل في هذا التقرير حقيقة الجميل. أنا أعوذ بالله من كلمة، أنا أبو جود اشتغلت كصحفي ميداني، ويمكن الزملاء أيضا عندك في الاستوديو نفس الأمر. اللي عجبني حقيقة في الحوار هو حوار صحفي تلفزيوني ممزوج حقيقة، مادة خفيفة، مادة ظريفة، مادة جميلة جدا. هذا ما يبحث عنه حقيقة المشاهد حقيقة. العمل المقدم من كورة، سواء في هذا الحوار أو الحوار السابق مع حمد الله، واللي كانت له حقيقة أصداء كبيرة في الشارع الرياضي وفي الرأي العام بشكل عام، أعتقد أنه هذا النجاح يحسب لأسرة برنامج كورة. بالنسبة للاعب جيفنكو، أنا من أشد المعجبين بهذا اللاعب، وبالتأكيد اللاعب جيفنكو لاعب حقيقة يكفي أنه هو من مدرسة اليوفي، وأعتقد أنه حقيقة إضافة ومكسب كبير للكرة السعودية وللدوري السعودي بشكل أوسع حقيقة. هذا اللاعب كل الإمكانيات اللي يتمناها أي جهاز فني موجودة في هذا اللاعب، تتحدث حقيقة عن إمكانيات فنية، عن مهارات، عن عملية تسديد من كرات ثابتة، كرات متحركة، حل من الحلول الصعبة لأي مدرب في تشكيلة أي فريق يلعب له. اللاعب بلا شك يعني حتى من ضمن الكلام اللي دار في الحوار، يمكن افتخر بالإنجاز واللي كان حقيقة هو من صناع هذا الإنجاز اللي انتظروه الهلاليين يا بوجود لسنوات طويلة، الإنجاز الآسيوي في حصول الهلال على بطولة القارة الآسيوية. هذا الإنجاز أتصور أنه جيفنكو من خلال المشاركة والأرقام حقيقة الجميلة والمميزة اللي شاهدناها في التقرير تحسب لهذا اللاعب اللي هو حقيقة إضافة فنية، وهذه العينة أمانة من اللاعبين اللي احنا نحتاجها في الدوري السعودي حتى تترك أثر طيب. اللاعب السعودي اليوم، وجود اللاعب الأجنبي يجب أن يكون حقيقة استفادة عظمى من هؤلاء اللاعبين، خاصة اللاعبين المميزين اللي في حجم وإمكانيات اللاعب جيفنكو. اللاعب جيفنكو أنا أتصور يمكن من أهم الصفقات في تاريخ الهلال بعد اللاعب بنفيز حقيقة. لاعب يملك حلول كبيرة جدا في أرضية الملعب، ولاعب مؤثر في كل فترة وكل مباراة يشارك فيها مع الهلال. أتصور أنه حتى طموح اللاعب في الحصول على إنجازات مستقبلية في تحديد الأهداف مع الفريق، لاعب حقيقة بعقلية كبيرة جدا. اللاعب جيفنكو بالتأكيد يعني حتى من خلال الحديث ومن انصهاره في المجتمع السعودي وتعوده، البيئة حقيقة اللي هذه يجب أن نثني عليها حقيقة، سواء في الإدارة الحالية أو في الإدارة السابقة في الهلال، البيئة الخصبة والملائمة لنجاح أي لاعب تلعب دور كبير مهم جدا، وهذه حقيقة نشكر فيها حقيقة إدارة الهلال اللي هي حقيقة نموذج مميز لإدارات الأندية في جميع الأندية السعودية اليوم. يعني وفي سنوات سابقة لم نشاهد حقيقة أي قضية تصل لفيفا أو حتى في حوارات صحفية أو إعلامية تحدث من لاعب هلالي يكون غضبان، لاعب محترف. دائما أي لاعب يدخل الهلال ويخرج من الهلال وهو يذكر الهلال حقيقة بالسيرة الحسنة، وهذا بالأمانة يحسب لإدارة الهلال ورجالات الهلال وكيان الهلال بشكل عام.